أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالدعاء، والله هو المفتاح. اتفتح قلبك بالدعاء، يا حسرة من اللي ما بيدعيش، يا حسرة اللي ما بيدعيش، ولا اللي بيسجد في سجوده بيدعي، ولا انه قبل الصلاة بيدعي، ولا بعد الصلاة بيدعي، ولا اوقات استجابة الدعاء بيدعي، ولا بعد السلام عليكم بيدعي، ولا بعد التشهد بيدعي، ولا بعد الفجر بيدعي، ولا ما بين الاذان والاقامة بيدعي، ولا عند سجوده بيدعي، بينقرها نقر. هو ده الحرمان. يوم لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بالخير بالدعاء، فاقدين فقد الدعاء، فقد شغف الدعاء، فقد حب الدعاء، ألحي على الله وجبري قلبك، وحطي الدعوات إن شاء الله مكتوبة واقرأيها كده. يا رب لا تحرمنا إن إحنا نطلب منك وندعي. مع الدعاء ده معناه عبودية لله، أنا عبد وأنت رب، وأنا أنا على ذنوبي ومعصية، وأنت أنت من المغفرة والرحمة، فيا صاحب المغفرة والرحمة أنت أنت، اغفر لي أنا أنا. هو ده. وندعي دايما بجوامع الكلم، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسألك من الخير كله، كل ما سألك عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من الشر كله، كل ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد. يا رب نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوان، ورب راض عنا غير غضبان. ارض عنا يا كريم، ارض عنا يا رحيم، ارض علينا رضا لا تسخط علينا بعدها أبدا يا رب يا رب يا رب. اكبر قلوبنا يا رب، فرحنا يا رب، أحبنا يا رب، والله احنا مساكين من غيرك يا رب، أحبنا يا رب، يا رب أحبنا يا رب، ارض عنا وحبنا يا رب، اللهم آمين يا رب، آمين يا رب. ولا تحرمنا من نورك، ولا من جنابك يا رب، ولا من الأنس بك يا رب، مساكين ملناش غيرك يا رب. يا رب بنطرق على بابك فلا تطردنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا ليس لنا مالك غيرك فنرجوه يا رب. فإن طردتنا يا رب فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإلى أن طردتنا فإلى من نعود، ولمن ندعي، ولمن نترك الباب يا رب. إحنا طمعانين فيك يا رب، طمعانين في كرمك يا رب، اكرمنا يا رب، اكرمنا يا رب، ارض عنا يا رب، ارض عنا يا رب، هب لنا يا رب، وسع علينا يا رب. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه. لكن لسه لا بنصلي ولا بندعي ولا خاشعين، نصر من الروح. خبا وخسر، خبا وخسر، خبا وخسر. لا في قيام، ولا في مناجاة، ولا في دعاء، ولا في قرآن، وملهيين في الدنيا كارثة. الأمر اللي كان خلاني أنزل المسجد ومش طايقة إن أنا أقعد، مش طايقة، مش قادرة، وقعدت في المسجد لحد مبادئ الصلاة، كان عباد بسبب مواقف ودنيا وهكذا. بعد لما سمعت الرسالة اللي جات لي من البنت دي ومن الأمة دي، وإنها تدعي وقف وتقف معي، قلت لها أصلا أنا ما كانش في وقت، ولكن كذا، وما كانش المسجد ده، أنا كنت بروح المسجد التاني، وكون إن أنا أصر إن أنا أنزل وفي الوقت ده وفي الساعة دي وإنت تيجي، دي رسالة من ربي، دي رسالة. الحاجات دي أنا بقف عندها، دي رسالة من الله سبحانه وتعالى، فيجيبني ليكي جرجرا كده، ربنا يجيبني ليكي جرجرا كده علشان نكمل، وعشان تقعدي، وعشان تسمعي الخير. يبقى ربنا يريد لك الخير. يا رب توب علينا وكرمنا يا رب، اكرمنا يا رب. ولا تقضي الشهر إلا وقد غفرت لنا وتقبلتنا وتبت علينا وأعطيتنا وفرجت عنا ووسعت علينا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، اللهم آمين يا رب. ده اللي احنا محتاجينه.